صدق حادي كسب القمر عادي انت الليل قبالي بالي حبيب الليل عين مشي ع درب جديد خلي الماضي يرتاح كفينا بالتجرح فضيتهم الافراح إيوان. يعني مش معقول لما عم بسمع الغنية عم بحكي أنا ومحمد وعم بحكي مع سوار وبدر عم نقول فعلا يعني عندك خلص بزمتك باللحن يعني بنعرف إنه هيدي الأغنية بتلبق لإيوان. قديش صعب الواحد هيك يكون يتميز عن غيره اليوم؟ أنا حبيت بهالغنية أعمل مثل تريبيوت لحالي بأغنية قول إن شاء الله، يعني هي فيها من روحها صح. حتى الموضوع الفرش تبع نبقى العمر سوا كمان جمعنا القدر نفس المود تبع اللحن وهيك، حبيت الناس كانوا مشتاقين بهالشيء وحبوها، والدليل انه اليوم ايضا الناس عم بتحبها وعلى طول عم تستمع لها. ما تروح بدي اياك محمد، شو الموضوع اللي طرقت له بهيدي الاغنيه؟ طبعا الغنيه هي من كلماتي والحاني، وطبعا صورت عطريه الكليب كانت مع المخرج الاستاذ هاني الشيباني صديقنا المشترك، انا صورت كمان كليب معه بنوجه له تحيه حبيبي. طبعا هي الأغنية مثل يعني البعد عن انه كل انسان فقد شيء غالي بحياته وفقد شيء، فالأغنية بتقول ما تروح بدي اياك خدني معك خدني معك، ما تروح ولا تتركني من جوا عم تحرقني. احساس لا شك، يعني فينا نحس من الكلمات اللي عم تقولها قديش الاحساس عالي. قبل ما ننهي بتريو بدر بدي اسالك، حكينا وطرقنا لموضوع مش على عروج واللي هو زوج الفنانه الكويتيه نوال الكويتيه، وجهنا تحيه اكيد، وجهنا تحيه بدي اياها غناء عن التحيه بضاقت عليك. ضاقت عليك اي اغنيتي المفضله، انا من الاغاني اللي كثير حلوه من عيوني. ضاقت عليك وما لقيت إلا أنا، تقول وش رايك في محبوب الجديد، ترضى تعنيني وأنا ناقص، أنا أروح لا لا لا
وأنا مش مستفيد. ضاقت عليك وما لقيت إلا أنا. تقول وش رايك في محبوب الجديد؟ تبغى تعنيني وأنا ناقص. أنا أقول وأعرف بس أنا وش مستفيد. شكرا بدر لهالصوت الرائع والإحساس العالي، وتحية لنوال الكويتية. سوار كتير أشخاص مع الفنان بيكونوا موجودين، أفراد من عائلته بيتواجدوا معه وبيتعبوا لأجله. لمين هيك من أفراد عائلتك على طول بيرافقوك بكل إطلالاتك وبكل حفلاتك؟ طبعا الأول كانت ماما، بس طبعا ظروف صحية البابايا الله يشفيه يا رب، الله يطول بعمره، الله يشفيه. أختي أحلى فنانة والله.